طيب هذا تقرير افتتاحي للحلقة. أول شيء انتقاد لكم الشعار قديم. أفا مخصوم علي أنا 10 أيام. ما مخصوم على الأعداد مساكين مخصوم علي. وين الشعار؟ قديمك نديمك أبو. هو طالما أبو عبد الله. لا طالما أبو عبد الله بداها كذا. يا شباب. لا لا لا. لا شوف يعني خلنا أقول لك شيء. إحنا حابين نبدأ بهدوء. الرجال على طول في الملاكمة. قانون بعض الملاكمين يقول قبل الصياح بالساحة. لا لا السلام. أول واحدة أضربها يقول لك أول ضربة في الملاكمة أضرب ضربة غير قانونية بالكوع شيء ويسوي جرح تأخذ عليه انذار. سادي قانونية خلنا أعلمك تأخذ عليه انذار. استمر بعدها ألعب طول الملاكمة قانوني بس على الجرح. فهو أعطانا واحدة شباب لازم ندافع عن كورة. عدلونا الشعار بالله لو سمحتوا. وعبد الله خلينا نبدأ الحلقة بسؤال مهم. كل اللي تابع الدوري السعودي في السنوات الأخيرة شاهد يعني مستوى لفريق التعاون متصاعد وجميل. مش بس متصاعد وجميل يعني في السنوات الماضية كانت أحيانا وأقولها بكل صراحة مباريات التعاون من المباريات اللي لو أشوفها إعادة ما غير القناة بصراحة. اللي يحب الكورة كان في كورة حلوة وسلسة وتمشي. تصاعد الفريق وصل ذروة عطائه للموسم الماضي وحقق بطولة كانت مهمة عبر يعني فرق لها تاريخها ولا يستهان فيها. الموسم هذا وش اللي أخر التعاون الجميل في السنوات الماضية اللي خلانا ما نشوف إلا في آخر مباراتين ثلاثة اللي مباراة الرعد والشباب اللي بدينا نشوف تعاون حبيبنا خوينا اللي احنا نعرفه والكرة الحلوة والسلاسة والجمال. إيش اللي غير عليكم هذا الموسم؟ أول شيء أخي تركي أنا يعني أؤكد على كلامك. صحيح كلامك جدا. كانت البداية في هذا الموسم غير موفقة. ممكن نقول في جوانب كثيرة صراحة. في جوانب فنية وفي جوانب تكتيكية. بداية الموسم كنا لعبنا مباراة وأجلت مباراة فترة طويلة بعد لعبة الفرق مباريات. رجعنا لعبنا مباراة ثانية بعدين أجلت مباريات لنا. ويعني وصلنا احنا نلعب الجوله الثالثه والفرق تلعب الجوله الخامسه. فكان هذا اثر علينا بشكل كبير. الايقاع يعني. الايقاع والريتم. انت شوف لما بدا الفريق في ريتم واحد ومباريات خلف بعض يعني احنا في 14 يوما الان اتكلم لعبنا ثلاث اربع مباريات كلها النقاط كامله الحمد لله. 12 نقطه جبنا ثلاث في الدوري ومع مين؟ مع الفيصل الرايد والشباب. ولعبنا الكاس مع اللواء وكلها الحمد لله فزنا فيها والنتائج كويسه يعني 2-0 3-0 3-1 3-0. فالريتم بدا يرتفع الان. ايضا في كان في الامانه يعني كان في امور فنيه خاصه بالمدرب باولو. كان عنده طريقه معينه في اللعب وتعدلت الطريقه. اقتنع انه ما كان يرغب هو في بدايه الدوري او كان اسلوبه انه ما يلعب في صانع اللعب. غير مقتنع بطريقه صانع اللعب. يحب الكره الجماعيه وما يلعب صانع اللعب. ولكن الان رجع لصانع اللعب. يمكن شفنا عبد المجيد الصواط كان بدا يلعب اساسي ويلعب صانع اللعب خلف توامبا. فهذه اعطت انتوا عاده المدرب لما تجيبونه يمشي على شكل الفريق اللي عندكم ولا تخلون الفريق يمشي على شكل المدرب او تحرصون انكم تجيبون واحد يلعب بنفس الطريقه؟ شوف احنا اول شيء المدرسه اهم شيء ما تتغير. المدرسه برتغاليه. احنا بدينا من المدرسه البرتغاليه مع جوميز بعد بيدرو بعدين باولو. ايضا باولو من ناحيه السيفي من افضل السيفيات من افضل من جوميز وافضل من بيدرو كسيفي سابق. ولكن الاهم هي الكره البرتغاليه. الكره البرتغاليه طبعا معروفه هي اللي تبدا من البناء من الخلف وكره سلسه وسهله وصعبه على الفريق الاخر. هذه كانت اهم نقاط عندنا في المدرب. قضيه احيانا بعض المدربين في طريق معينه يحب الكرات الطويله يحب الكرات القصيره يحب يعني يلعب صانع لعب يحب يلعب اطراف. يختلفون المدربين. ولكن هو جرب في بدايه الموضوع الامر طريقه اللعب من اطراف وانه ما في صانع لعب. جابوا الشعار يعني هذا متاكد بالله فجرب هو طريقه لكن غير طريقته من اربع مرات او خمس مرات المدرب بقناعه تامه منه والحمد لله جابت نتائج